مريم. نعم. أنا دائما جائع لكني أخفف وزني في هذه الأيام. اليوم عيد الطيران، قرأت ذلك في الجريدة. عباس بن فرناس أول طيار عربي. عباس بن فرناس أول طيار عربي، لم أعرف ذلك. الحضارة تعني التقدم في العلم والفكر، والطيارة نعمة الحضارة حقا. نعم. الطيران يخدم الإنسان. طبعا الطيران يخدم الإنسان، قرب البعيد واختصر المسافات ووفر الوقت. صحيح صحيح. ما شاء الله ما شاء الله. في الماضي كانوا يسافرون على الخيول والجمال. كان السفر من بغداد إلى القاهرة يستغرق عدة شهور. اليوم بالطائرة يصل المسافر مرتاحا. المسافة من بغداد إلى القاهرة حوالي 4 ساعات. ماذا عندك يا ملسون؟ عندي أغنية عن الطيارة. هل تغنوها معي؟ نعم. نعم. اقتربوا اقتربوا. اقتربوا اقتربوا جميعا. واحد اثنان ثلاثة. طيري طيارة طيري طيري فوق البلدان، طيري طيارة طيري طيري فوق البلدان، طيري ومعي أصحابي طيري ومعي نعمان، طيري ومعي أصحابي طيري ومعي نعمان، طيري طيارة البلدان، طيري طيارة طيري طيري فوق البلدان، طيري ومعي أصحابي طيري ومعي نعمان، طيري ومعي أصحابي طيري ومعي نعمان، طيري طيارة طيري طيري فوق البلدان. قولي يا مريم، ما نوع هذا الطائر في رأيك؟ أنا الببغاء، أنا الببغاء. إنه ببغاو يا مريم. ها؟ من هي مريم؟ أنا اسمي سناء. نعم. وأنا اسمي هناء. نعم.
نحن أختان. نعم ولنا نفس اللقب. نعم ولنا نفس لون الشعر. نعم ولنا نفس العيون الملونة العسلية. نعم ولنا نفس النمش. انظروا إلي. نعم ولنا نفس الأنفين الصغيرين. نعم نحن متشابهتان إلى حد كبير، لكن في أشياء أخرى نحن مختلفتان. نعم نحن مختلفتان. ذهبنا مع أبي إلى محطة غسيل السيارات الأوتوماتيكي. هناك تقوم الآلات وحدها بعملية الغسيل. أولاً ترش المرشات بالماء. ثم تقوم الفراش الكبيرة وقطع القماش بتنظيفها بالصابون. وبعد ذلك هناك فراش أخرى تقوم بشطفها. وأخيرا يتم تنشيف الماء بواسطة الهواء. لقد تمت عملية غسل السيارة بسرعة، وها هي الآن نظيفة، وسنذهب فيها مع أبي في نزهة. ويطل على بحر أزرق يدعى بحر العشرين، ووراء المنزل صحراء الطرق إليها عشرون. في هذا البيت يحيى أحمد. ما عمرك يا أحمد؟ عشرون. ما أفضل رقم في رأيك؟ عشرون. كم بابا تدخل في بيتك؟ عشرون. كم نافذة في منزلكم؟ عشرون. وحدائق منزلك الكبرى؟ عشرون. كم نهر يجري في حقلك؟ عشرون. كم رأس عندك للخيل؟ عشرون. كم كبش عندك يا أحمد؟ عشرون. في يوم قال له الوالد: يا ولدي زين شباب الحي، ها قد أتممت العشرين، فمتى تتزوج يا ولدي؟ أتزوج في يوم العشرين من هذا الشهر. في يوم العرس ضاءت زينات الأفراح. جاء الأصحاب، كانوا 20. أقبل أحمد بثياب العرس، معه 20 حصانا، معه 20 هدية قدمها لعروس العمر. ومضى الزمن، صار لهذين الأبوين أطفال 20، نصفهم بنات والنصف ذكور. عشرون. خطر؟ نعم خطر. سأعلق هذه اللوحة على باب خزانة الكهرباء حتى لا يقترب منها الأطفال، ف
فالكهرباء خطر. فعلا خطر. هشام. نعم. إذا سمحت. إنه لا يعمل. غريب، ما هذا الصوت؟ إنها زجاجة دوائي سقطت مني. وتضحكين؟ ألا تعلمين أن دواءك خطر إذا تناوله الطفل؟ أعلم، ولكن الطفلة لن تستطيع أن تفتحها. حينما تحاول أن تفتحها تطقطق، فأنتبه وأخذها. تطقطق ها؟ تطقطق. ما هذا؟ خطر. خطر. لن يفتحها أحد غيري. طبعا لأنها خطر. هذه قصة عن الحرف زاي. ذات يوم بينما كانت الزرافة زينة تقطف الأزهار، التقت زيزا اسمه زاهي. فقدمت له حبات زيتون. ثم أعطته بعض الأزهار. أخذ زاهي الأزهار ووضعها في زجاجة زرقاء، وجلست الزرافة الزينة تعزف بزمارة طويلة. زاهي أحب عزف زينة بالزمارة، فاتفق على رحلة بحرية وأخذ زورقا وانطلق به تحت سماء زرقاء. زاي. موافقة؟ موافقة. جيد. نامي يا جمان.
عاشق الدافي جدتك تريد أيضا أن تنام أغلقي عينيك ونامي في سلام واهنئي بالأحلام نامي الحمد لله لقد نامت جبان تصبحين على خير هذه هي البطاقة. 300 بطاقة؟ هذا كثير. كيف تقدرين على تهيئتها وحدك يا مريم؟ كنت أساعد فاطمة كل عام. كنت أكتب العناوين على الظروف. أنا سأساعد مريم في ختم البطاقات. جيد. لنوزع العمل بيننا. أنا وهشام نكتب العناوين على الظروف. أين قائمة العناوين؟ ها هي، تفضل. جيد. هذه أقسمها بيني وبين هشام. هذه حصتك وهذه حصتي. أنت يا مريم توقعين على البطاقات. هذا سهل. وأنت يا عبلة تضعين الختم على التوقيع. أنا أحب هذا العمل. جيد. جيد. حسن، ومن سيضع البطاقة داخل الظروف؟ هؤلاء الأطفال يساعدوننا. تعالوا تعالوا. أنتم تضعون البطاقات داخل الظروف. الآن نبدأ نتعاون وننتهي بسرعة. حسنا تفضل، هذه لك. أسعدني الأعلى بعزم الأبطال، ما أتعب يوما وأحاول دوما، أسعدني الأعلى ما أرجع أبدا حتى أصل. أسعدني الأعلى، أنا دوما أعمل أبدا لا أكسل وسأبقى أعمل، أسعدني الأعلى لن أرجع أبدا حتى أصل. أسعدني الأعلى ما أخشى الأبطال والدرب.
الحمد لله انتهينا من العمل. رأيتم انتهينا بسرعة. فعلا لو عملت هذا العمل وحدي لما انتهيت قبل 3 ساعات. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرى عندكم ظروفا كثيرة. جئت في الوقت المناسب. لو سمحت لك أن تلصق الطوابع على هذه الظروف، وهذا ثمن الطوابع. طبعا طبعا بكل سرور. تفضل. شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنتم رائعين في عملكم. ما هذا الذي تحمله؟ بطاقات. كنت أراقبكم وأنتم تعملون، فذهبت إلى البيت وأحضرت هذه البطاقات. وما هذه البطاقات؟ بطاقات دعوة، عرس أخي بعد أسبوع، وهذه قائمة بالأسماء. أرجوكم ساعدوني في كتابتها، ولكن بشرط واحد. ما هو؟ أن تدعونا جميعا إلى عرس أخيك. أنتم في رأس القائمة. رائع. الآن حان وقت برنامجكم المفضل أخبار الحمام. رائع. شوهدت 3 حمامات اليوم في الحديقة الكبيرة تقف على أقدامها. ومن مدينة النسور دخلت اليوم حمامتان إلى مبنى تجاري كبير للحصول على بعض الحبوب. لا إلهي، حدث ذلك عصر هذا اليوم. وقد ما هذا؟ أصحاب المخازن لإخبار البوليس بذلك. هذا غير معقول. أنيس 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 توقفوا أنيس. توقفوا رجاء. أهلا مرحبا يا باسل. مرحبا أنيس، ماذا تفعل؟ إنني أتدرب مع فرقة افتح يا سمسم الموسيقية. صحيح. هل أعجبك عزفها يا بدر؟ إنها رائعة. المشكلة أني أستمع إلى برنامج الإذاعة المفضل، والصوت فرقتك يشوش علي السمع. تعني نعزف بصوت عالي؟ نعم صوت عالي. حسنا سنعزف بصوت منخفض. شكرا. أنا آسف. شكرا عزيز. هيا استعدوا. سمعت اليوم الحمامة المنقطة النافقة وهي تقول للحمامة الخرساء مرتين. هل قالت ذلك؟ مرتين. وفي شمال المدينة احتفلت 25 حمامة بذكرى. لا 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 لا، غير معقول. أنيس أنيس تعال. نعم يا بس. ما زلتم تعزفون بصوت عالي حقا؟ وماذا تريدنا أن نفعل؟ ابحثوا عن مكان آخر تعزفون فيه. دلنا على مكان. في أي مكان عدا خارج الشقة، مفهوم؟ إذا لا تريدنا أن نعزف خارج الشقة. بالضبط، أرجوك أن لا تعزف خارج الشقة. موافق. مفهوم؟ شكرا أنيس. تحت أمرك. وحين سئلت الحمامات عن رأيهن في المدينة، قالت إحداهن: إنها مدينة جميلة. نعم، مدينة جميلة جدا. أنيس أنيس، ماذا يجري؟ ماذا يجري هنا؟ أرجوك، ألم تقل لنا أن لا نعزف خارج الشقة؟ نعم. لذلك سنحن داخل الشقة. طبعا. يا إلهي ما هذا؟ انتبهوا انتبهوا للطاولة، هل أحذيتكم نظيفة؟ أرجوك أرجوكم أن توقفوا. أنيس، من هؤلاء الناس؟ سيكون لي حديث طويل.
يشتهر بعض قرى الجزائر بصنع الأدوات المنزلية من الصلصال. تقصد الأواني الفخارية؟ نعم، وهذه الفتاة وجدتها تقومان بصنع بعض هذه الأدوات، راقبوهما. أولا تعجن الصلصال جيدا حتى لا يدخله الهواء، ثم تبدأ بتكوين القطعة التي ترغب بصنعها. ترسب عليها بعض النقوش لتزيينها. ثم تضعها على النار حتى يجف الماء وتصبح صالحة للاستعمال. يا سلام، ما أجمل هذه الأشكال. عندي جرة مصنوعة من الزجاج، أحملها معي وأضع فيها أشياء تجعلني أضحك. وضعت فيها أحسن نكاتي. في أي وقت يجلس الفيل على السور؟ أظن أنه قد حان وقت بناء سور جديد، والإبطان يدغدغان، وهذه المخللة الجافة، وفي جرتي وضعت حمولة سيارة من المهرجين شاهدتهم في السير، وفي جرتي قرد اسمه محمود، وبعد القرد وضعت حمارا يلبس قبعة من القش، ووضعت قطي. أحمل جرتي أينما أذهب وأبحث عن الناس العابسين، وكلما رأيت أفواههم مقلوبة إلى الأسفل ووجوههم متغضنة من العبوس أريهم جرتي، والناس عادة يضحكون علي. تعال يا ولد، أليس معك نقود لتشتري؟ نعم، ليس معي نقود. طيب، لا بأس، سأعطيك شيئا صغيرا تلعب به، خذ هذه والعب بها. لكن قل لي، ألست ابن الأستاذ فيصل؟ لست ابن الأستاذ فيصل. عجيب، أنت تشبه الأستاذ فيصل شبها كبيرا، كأنك ولده. أعطني يا عم عبد الله هذه المحفظة. أليس عندك نصف دينار؟ لا، ليس عندي نصف دينار. اذهبي وفكيه عند محمود. محمود ليس عنده فكة. طلبت من عنده شطيرة وأعطيته الدينار فقال لي ليس معي فكة. قد تجدين عند جاسم فكة الدينار. جاسم ليس عنده فكة أيضا. إذا ماذا نفعل؟ لنسأل هشام. هشام، عندك فكة دينار؟ متأسف، ليس معي فكة. أنا عندي فكة دينار. لكنك قلت قبل قليل إنه ليس معك نقود لتشتري. هذا صحيح، ليس معي نقود لأشتري من، ولكن معي نقود لأشتري بعض الأشياء لأمي من الجمعية. حسناً، هات فكة الدينار. هذا ربع، وهذا ربع، وهذا نصف، وهذا الدينار، واذهب إلى الجمعية واشتري لأمك بعض الأشياء. شكراً.
هذا نصف الدينار. شكرا. عجيب أنه ليس ابن الأستاذ فيصل، لكنه يشبهه كثيرا. لا إله إلا الله، يخلق من الشبه 40. سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي. إلى اللقاء.